قبائل موسم 94-95، محليا البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، كأس الأندية الحائزة على الكؤوس على الصعيد الإفريقي ومثيلتها على الصعيد العربي في مطلع الأسبوع القادم في العاصمة السعودية الرياض، والتي تعتبر المشاركة الثانية للشبيبة بالسعودية بعد إزاحته للنادي الترجي التونسي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين. تحضيرات عادية قام بها رفقاء منّاد بمعدل حصتين في اليوم، تخللتها مباريات ودية مع فريق الأواسط. تحضيرات اعتبرها السيد جعفر هاروني مدرب الشبيبة مضطربة بسبب عدم تمكنه من جمع كلية عدده. ما جبناش، كنا عندنا 7 لاعبين كانوا في فريق أليف وفرق أولمبيك، يعني كي يروحوا لك 7 لاعبين ما تقولش نخدموا لهذا المباراة هذه. لكن درت لا كومبونساسيون، حاجة ما درناهاش في خصتنا في لا بيريود بريباراتوار، درناها في هذا 15 يوم هذه، وعندنا يومين في رياض باش نحوسوا كيفاش تكتيكمون نخدموا، وليكيب اللي نديروها يعني في البرومي ماتش لازم نديروا ليكيب اللي كانت تلعب هنا، يعني باش ما يغيروناش الاوتوماتيزم تاعنا ما يتغيروش. واذا كان فريق شبيبة القبائل يملك من التجربة ما يكفيه للعب الادوار الاساسية، خاصة وأن ما لا يقل على 5 لاعبين سبق لهم وأن خاضوا هذه التجربة، فإن ذلك لا يعني أن الشبيبة عادت وفي حقائبها الكأس العربية التي تنقص سجلها، باعتبار أن المجموعة التي تلعب فيها والمتكونة من الهلال السعودي، رفح الفلسطيني، العربي الكويتي، مجهولة لدى لاعبي ومسير الشبيبة معدى الهلال السعودي. ضرج يعني جمعية القبائل حضور كبيرة، ولكن صعيبة إن شاء الله، صعيبة لأنه كان بعض فرق قوية منها يعني الهلال السعودي أنا نعرفهم مليح، عندهم لاعبين كبار يعني وفريق قوي يمتاز بالهجوم القوي تاعو، وفرق الأخرى يعني شخصيا والله ما نعرفهم. أظن المنافسة هذه العربية تكون صعبة لكل الفرق لأن الكرة العربية تطورت بزاف، وكما رانا شفنا يعني الفريق السعودي في كاس العالم اللي فات ادى مقابلات جميله، ولهذا تكون منافسه شديده، وكما يقولوا اللاعب يفوز بالكاس لازم يعمل بزاف مجهودات. رانا واجدين وسبريباري يعني بلي نورمالمون دو موند، ليكيب تو موجين، يا ان جروب سودي جو بونس ك اون فيرا اون فاونوري لالجيري بور سيت. المجموعة اللي موجودة فيها شبيبة القبائل واش تعرف عليها؟ يعني عندك فريق الهلال السعودي، فريق يعني لعبنا ضد الهلال مرتين، 87 ربحناهم هدف مقابل صفر في العربية السعودية، وفي 89 في المغرب ربحناهم هدفين مقابل واحد. يعني رغم ذلك يعني يعتبر فريق من افضل ومن اصعب الفرق في العربيه السعوديه وفي هذه المجموعه. المؤكد ان الشبيبه وبالنظر لامكانيه عناصرها قادره على الذهاب بعيدا، ولما لا التتويج بالكاس، لكن حذاري من التفاؤل المفرط، خاصه مع وجود النادي البنزرتي، الاتحاد السعودي، الاتحاد القطري، المريخ السوداني في المجموعه الثانيه. الفجار بتنقلت الى الرياض بكامل تعدادها بما في ذلك اللاعبين الدوليين المعول عليهم كثيرا، خاصة الحاج عدلان هداف البطولة لحد الآن، فحظ سعيد للشبيبة في تجربته العربية الثالثة في أول لقاء يوم 21 من نوفمبر أمام العربي الكويتي.